وسرد هدها هي تعلين تسرى دلك الصومالية هي وحاشا على كقاضي برنامج عصبة أي دونيسو إن أي وحكة قبطه النظام كا وحبرش هذا دلك الصومالية سيدا وركن وكويه جيو وريها يجا عبد الساق شام علمي وإثناء هم قال هذا مقدسه كصوت رأيي كدب وزير كوزارة ده هيدها يتعلين تسريع حكومة الصومالية دعاء آدم محمد ويوهليين حمنا كترسان حكومة أو كغيب جليي مناسبة حرق اللوجة شري إسبتال كوحبر شدة عافمات كجامعة الصومالية غيب تهدا دقمده هولوداك أي وح وزير كشاعي إن أي وزارة الديار سيقر شوين عصبة يوحك جقبنا يسوع نظام كوحبر شيء دلك مناسبة وزير كغيب جليي أو هيد مثل سهر سنة لوسو أجاسمي سيدو كلنا أي غيب كهايين مامولك معلمين تا يعرضي دا جامعة دا صوماليا مامولك الدقمة دا هولوداق يوليبا دا غاتير أجانبا أي أغو هرين قدوميها بورك جامعة دا صوماليا بروفيسر محمد معلين ومناسبة داني كهالليي وحا أوشيغ إن هرقلين تا إسبتال كاني وحا برشاد عافيمات كاو كميدها هملوين كاللو أساسي جامعة دا صوماليا لكن وحا ربا إنا شيغو إراهدو إسبتال كان وحو أها ميد كميدة برانش كميدة هكسيغا جامعة الصومالية هكسينيسي قيب كميدة بوها قدهان مركي لديسا يو الجول قرر ويسكلي هاي قول كاس وحا كونتربيوشن كاقات إنو قارم ماشي لغربي وحا قارم وحا وقايبها كالي سيدا الله صور لسو لسان كالله صور سمعي عناقا هدف كيغو وغور ريسي جامعة دو وحو أها إنان هلنو دقاتير تدلك مستقبل كوكود وفي عن إنه كسب بحان جامعة الصومالية جامعة الصومالية أنا أكون عام بحضه جامعة الكلية إيه صارته دقاتير توفي عن دلك كون مستقبلك دعاء آدم محمد وزير كوزارة الدهية هي تعليم تسريع حكومة الصومالية وقبل قبدي مناسبة دني كسو جيدي هذا لدير وكو آدم ديرجرين تهور مارين توح برشدة جارهان عافيمات كيار دنك كلا شيء جي إن وزارة دو أي ديار سيقول شيون عصب وأي وحكة قبنا يسندام كوح برشة إمي كدلك كجرا أنا وزارة التعليم تسريع هذا كهر نوان شيء جي وأنا كوعل علينا يا إلى أن كارجنا يضل نول أو نول كتمت وحن صورنا oo jaamacadaha iyo aqoonyahan ko dhana stakeholders ka yihiin oo la wada leeyahay laga wada shaqeynaya xeerki ama sharciyi hoggaamin laha jaamacadaha iyo cilmiga xeerki hoggaamin laha ay hawlahan aan u taaganahay oo dadko dhan isaga ayaa hadhow inoo sheegi karo maxaa jaamacada maxaa jaamacad ahayn maxaa ardadeena yar marka uu waxbarasho soo aado jaamacad soo aado soo labisto waalidka miskiinka oo lacagta bixinayo maxaa mudan inuu ku bixiyo inaan ka midan sharciyi ka jawaabi laha waxay la tahay waa hawl dhamaanteen inoo taala waa dhaxday maraysa aadi aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idinku celiyo marka loon adkeeyo daraasadii ay sameysay jaamacad ee ay sameysay muxuu ahaa wasaaradda caafimaadku waxa soo baxay waxa weeye kaadirka dhexe iyo farsamayaqaanada iyo xirfadlayaasha aan dhaqtarka ahayn inuu waddanku eber ka yahay dhanka kale in ka badan 60 arday oo ka mid ah ardayda jaamacadda Soomaaliya ayaa iyana waxa tababar ku saabsan sida loo daweeyo cudurka kansarka looga furay magaalada Muqdisho tababarkani oo fulintiisa iska kaashadeen jaamacadda Soomaaliya isbitaalka Banaadir iyo waliba midowga dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxaana casharada tababarkani bixinayay Dr. Saahir oo isagu ka socday isbitaalka Aga Khan Cabdirisaaq Jaamacul Mablaq Somali Channel Muqdisho